مساحتنا الأولى رح تكون مع الفن التشكيلي وفنان غير من فكرة اللوحة الجامدة وقدم اللوحة اللي مطبوعة أيضا باللغة العربية ذات الخصوصية وحول للغة عالمية أيضا لا تحتاج إلى تفسير ولا لترجمان وأبرز يعتبر من أبرز القامات للغة الضاد بالحرف الحرف العربي خلال القرن العشرين. أيضا نستعيد مسيرة الإبداع معنا اليوم مع ضيفنا المميز الدكتور الفنان محمد غنوم لنحكي تفاصيل أكثر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. الله يسعد صباحكم، شكرا كثير للاستضافة الجميلة. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. حضرتك من أهم الفنانين الحرفيين بالوطن العربي، وخلينا نرجع شوي بالذاكرة مع بعض ونحكي عن مرحلة الطفولة والبدايات. حضرتك بمين كنت متأثر؟ هلا بداية يعني أقول وباستمرار على أن الطفولة بدون أدنى شك تشكل أي إنسان يعني أهمية كبرى، لأنها هي الأساس في انطلاقته فيما بعد. وأنا ابن غوطة دمشق، وغوطة دمشق كما يعرف العالم أجمع على أنها هي موطن الجمال بكل ما في الكلمة من معنى. فأنا ابن هذا الموطن من الجمال، فبدون أدنى شك هذه البيئة الحاضنة لي التي كانت هي كما قلت هي موئل لجمال كانت هي المؤثر الأول. إضافة إلى أيضا الأسرة رغم يعني إن صح التعبير لا تملك إلا ثقافة بسيطة، لكنها تملك ثقافة واسعة جدا في ميدان الجمال، وبخاصة الوالدة التي كانت تزرع كافة أنواع الأزهار والمزروعات، وهي عرفتني على الألوان منذ أن تفتحت عيناي على هذا الكون. وبدأت أرسم قبل أن تكون هناك المرحلة الابتدائية. هناك أوراق، هناك ألوان تقع في يدي، فأحاول أن أعبر عنها من خلال الزهور يعني أشكال الحيوانات إلى آخر ما هنالك، إلى أن تنمو هذه لنقل إن صح التعبير هذه الموهبة شيئا فشيئا. ومباشرة حتى من يعني منذ اليوم الأول في المرحلة الابتدائية يكتشف المربون على أن هذا الطفل الذي هو اسمه محمد غنوم هو طفل يعني يختلف عن بقية الأطفال، لأنه أحضر معه ألواناً وأحضر معه دفتر رسم لأن يحضر يعني أقلام ليكتب إلى آخر ما هنالك. فبدأ الاهتمام الحقيقة، وهذا الاهتمام هو أيضاً له دور كبير جداً في أن تكون في رعاية الموهبة فيما بعد يعني. وبدأت أرسم كل شيء، كل ما يحيط بي، كما قلت أنا ابن هذه البيئة الجميلة، هذه البيئة الجميلة هي محفز وهي مؤثر جدا على أن يعبر الإنسان عندما يكون في مكان جميل مباشرة يعبر من خلال الكلام، من خلال الرسم، من خلال اللون. وبعد ذلك أيضا تمتد هذه لنقل هذا الاهتمام إلى مراحل أخرى، إلى أن أصل كلية الفنون الجميلة التي يعني كان اختياري لها هو الاختيار الأوحد، يعني ليس هناك اختيار آخر لكلية الفنون الجميلة. وبدأت طبعا أتعلم وأتتلمذ وأتأثر بكل ما يعطى لي من توجيهات مدرسين فنان إبار إلى آخر ما هنالك. وأيضا هناك جانب مهم على أنني كنت مشارك أيضا في المعارض أيضا منذ المرحلة الابتدائية، يعني كنت مشارك أيضا أشارك في معارض الأطفال. طبعا الآن مثلا قبل قليل ذكر عن منظمة طلائع البعث، أيضا لم تكن هناك منظمة طلائع البعث، لكن كان هناك اهتمام من التربية بشكل أو بآخر أيضا في رعاية المواهب. وأيضا ومنذ المرحلة الابتدائية أيضا المعلمون يعني أرادوا أن أشارك أيضا في مسابقات على مستوى العالم كطفل طبعا، وكنت طبعا فائزا، وكنت أيضا يعني كان عملي مقدرا. كل هذه الأمور هي مهمة جدا في مسيرة أي فنان، لكن المهم أيضا جدا هو أن يدرس وليس فقط يعتمد فقط على الموهبة فقط. نعم. الموهبة لا تكفي، يجب أن يكون هناك دراسة. الفن البصري، فن الرسم لا يأتي بالصدفة، لا يأتي إلا عبر أيضا خبرة ودراسة يعني معمقة. فأنا في رأيي الفن هو فكر، وهذا الفكر لا يأتي بالصدفة،
ولا يأتي دون أن تكون هناك رعاية ودراسة وفي نفس الوقت أيضا بحث مستمر. نعم. طيب دكتور، كيف يتم اختيار العبارة لجسد الصورة اللي أنت بدك تعبر عنها أو توصل رسالة معينة، وخاصة أنه اللغة العربية فيك توصل فيها رسائل وطنية دينية اجتماعية أيضا؟ صحيح. هلأ فيما بعد طبعا، وكما عرفت وما تقدمتم في يعني في المقدمة على أن لي لنقل تجربة خاصة مع الحرف العربي. هذه التجربة هي أيضا لم تنبع من فراغ. أنا عاشق للغة العربية، عاشق للأدب، عاشق للشعر، وفي نفس الوقت أيضا عاشق لشكل الكلمة والحرف العربي، لأن الحرف العربي أيضا هو جزء هام جدا من هويتنا البصرية. يعني نحن بيننا وما بين الحرف العربي هناك حوار، هناك كلام، هناك لقاء مستمر. هذا يبدأ منذ الطفولة الأولى، يعني يبدأ ويستمر. فأنا عندما كانت تجربتي قد اختارت على أن يكون الحرف العربي هو مفردة تشكيلية في اللوحة، فكان هذا نابعا من يعني كما نقول بعفوية وتلقائية دون أن يملى علي. وبدأت طبعا أخوض هذه التجربة بعد أن درست طبعا الخط العربي دراسة أكاديمية بأوزانه وبمقاييسه وبأنواعه إلى آخر ما هنالك، لأن أيضا لا أؤمن أنا بالصدفة في هذا الموضوع، لا أؤمن. وبدأت الاختيار كما تفضلت الآن، وصلت الإجابة. لم تكن اختياراتي لعناوين لوحاتي كما اعتاد الناس، مثلا كلمة مأثورة أو مثلا عبارة معينة، لا، في إنما تكرار بالكلمات. نعم، يعني اخترت أيضا عناوين جديدة للوحات، مثلا شام، حب، قاسيون، الأرض، دمشق إلى آخر ما هنالك. كل هذه العبارات هي جديدة في مجال اللوحة الخطية، هي لوحات موجودة طبعا في لوحات الفنانين، دمشق القديمة إلى آخر، لكن في اللوحة الخطية قد يعني تجربتي هي السباقة في هذا المجال. نعم. والحمد لله يعني انطلقت في هذا، وكانت هناك جماهيرية الحمد لله جيدة جدا، هي التي جعلتني إلى الآن مثلا أقيم عشرات المعارض في بلدي، في وطننا الحبيب، وفي أيضا بلدان العالم، يعني حتى وصلت الحمد لله لأكثر من 70 معرضا فرديا في دول العالم. دكتور محمد، عم نحكي عن سنوات من العمل الإبداعي والإرث الكبير، وكنا عم نستعرض على الشاشة بعض من أعمالك. حكينا عن ظاهرة التكرار الحرف، ولكن أيضا لاحظنا تكرار لون هو الأزرق عند حضرتك. خلينا نحكي عن قصة هذا اللون معك. هلأ هي يعني كمان لأقول قضية مهمة جدا. الفنان يعني هناك مهما بلغ من درجة الإبداع، لا يمكن إلا أن تكون هناك بعض اللوحات متشابهة مع بعضها البعض، يعني ليس كل لوحة هي منفصلة أو منفصلة عن الأخرى. لكن هذا لنقل هذا الاتصال وهذا أيضا التواصل ما بين عمل وآخر هو هام. هناك تشابه، ليس هناك تطابق في الأعمال. وهذه اللوحات كما يعني تفضلتي هي يعني غلب عليها أو كان اللون الأزرق هو السيد الألوان لأسباب طبعا عديدة، يعني وأنا باستمرار أقول هذا الكلام. اللون الأزرق هو في تحليله، لنقل في سيكولوجية اللون كما أدرسها في جامعة عن الألوان، هو لون من الألوان الهادئة أو الألوان الباردة، لكنه هو لون أيضا هو أكثر الألوان انتشارا في حياتنا، لأننا نحن نرى السماء والبحار وكذا، هي أكثر اللون يعني نسبته المئوية في تواجده في يعني نحن في لغتنا البصرية هو الأخضر. وهو في نفس الوقت صحيح أنه هادئ وبارد، لكنه أيضا هو اللون النبل ولون نبيل، لون راقي. لذلك عندما غلب هذا اللون استخدامه في لوحاتي، لأن المواضيع التي أتناولها هي مواضيع نبيلة، هي تتعلق بالله والوطن، فهل هناك أنبل من هذه المواضيع؟ فلذلك يعني كان اللون موجود في أعمالي بشكل يعني لنقل تلقائي، غير مقصود، غير يعني هو في داخل في أعماقي بدون أدنى شك هو موجود.
لكنه أتى كما نقول بلاسة وبدون يعني بدون تعب وعناء في اختياره. نعم. الفن والعلم دكتور هن من أكثر الرسائل ديمومة بالمجتمعات لإيصال رسائل التراث الحضاري. يوم يعني أيضا نحن بظل يمكن كل الحروب طمس الحضارات والثقافات وخاصة العربية بسوريا مثلا حتى قديه مهم رسالة الفن بإيصال وخاصة ما اللي هو مطبوع باللغة العربية وبرسائل مثل ما قلنا بتحمل عدة مناسبات. قديه مهم اليوم الفن ودوره بإيصال هي الرسائل. أولا بداية أشكرك على هذا السؤال الجميل جدا والعميق والمهم جدا في هذه المرحلة بالذات. أقولها باستمرار يعني الإنسان إنسانية الإنسان لا تتحقق إلا عندما يصنع الجمال ولا يصنع القبح. الإنسان إنسانيته تتحقق بالخير. صحيح. والخير هو الجمال. الجمال هو هذا العطاء وليس هو التخريب وليس هو القبح كما أراده أعداؤنا ليكون ليعم القبح بدل الجمال. لكننا نحن أصحاب رسالة حضارية حقيقية ولا نحتاج لا لشهادة حسن سلوك من أحد على الإطلاق. نحن نملك هذه وهم يعلمون، لذلك هم يتجهون نحو القبح ليعم مجتمعنا من خلال الحروب ومن خلال الإرهاب إلى آخر ما هنالك. لذلك أقول على أن الفن هو المتصدي الأول، هو المتصدي الأول للقبح، لذلك هو يحقق إنسانية الإنسان بكل ما في الكلمة من معنى. والفنان العربي والفنان لأقل يعني بخصوصية الفنان السوري مهمته مضاعفة، لأننا نحن في هذا البلد ويعرف العالم أجمع كما قلت نحن أصحاب حضارة حقيقية. وأنا هنا في مجال مثل الحرف، نحن الذين أوجدنا الأبجدية، نحن الذين أوجدنا الأبجدية. يعني الأبجدية عندما اكتشفت غيرت مسار العالم، ونحن أرضنا أرض سوريا هي التي فيها الأبجدية الأولى، أبجدية أوغري، أبجدية رأس شمرة. فأنا ابن هذه الأبجدية الضاربة العمق في القدم والتي قدمت للعالم رسالة حضارية حقيقية غيرت المجرى، مجرى الإنسانية طبعا إلى الأمام، إلى الجمال، إلى الخير، إلى أن تكون الحضارة في خطوات أكثر تقدما مما سبق. وأقول يعني أقول بناء على سؤالك الجميل، الفن كما قلت قبل قليل هو فكر، يعني لا يأتي بالصدفة، هو دراسة ودراسة معمقة، وهذه الدراسة المعمقة تحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى انفتاح على كل حضارات. نحن لسنا منغلقين على الإطلاق كما يدعي البعض مثلا، على الإطلاق. وأنا في مجال الحرف العربي عندما أقيم المعارض في أوروبا لأناس لا يقرؤون اللغة العربية، ليست لغة ضاد لغتهم، كيف يتفاعلون مع هذه الأعمال؟ يتفاعلون من خلال على أن هذه اللوحات تخاطب إنسانيتهم، يعني تحكي معهم بدون حواجز، فيها جمال، فيها موسيقى، فيها تكوينات في غاية الأهمية والجمال والروعة. لذلك ليس هناك حواجز، الحواجز هي كلها مصطنعة يضعها أعداؤنا أمامنا. لكننا بفننا العربي الأصيل وعلى رأسه الخط العربي والذي أنا أعتبره هو الفن الأنقى من الفنون البصرية بين فنوننا التشكيلية، السبب على أن الخط العربي هو أعطى الإنسانية، أخذ منها القليل لكن أعطاها الكثير. يعني فننا فن الخط العربي ليس فنا مستوردا، هو فن أصيل بكل ما في الكلمة من معنى، وهذا ليس يعني لا يحتاج إلى شهادة شاهد. وأيضا أضيف نقطة هامة جدا، بعد أن عم الإسلام وانتشر كان الحرف العربي هو سيد في هذه المجتمعات، وأحبته الشعوب الإسلامية من غير العرب كما أحبه العرب وبدأوا يعملون به في كل أرجاء العالم، وهذا دليل على أننا نحن صناع جمال. نعم. بكل ما في الكلمة معنا، ولسنا صناع قبح ما أراده
أو كما يريد أعداؤنا. دكتور، مثل ما ذكرت حضرتك نحن صناع جمال، ولكن في سؤال يتبادر إلى الذهن بعد الحرب 10 سنوات وكل المحاولات اللي بنعرفها لطمس الهوية الثقافية. عم نشهد بعد الحراك الثقافي ونذكر منه مؤخرا كان أيام الثقافة السورية، برأيك هاي الفعاليات وهي الأنشطة اليوم عم تساهم باستعراض النتاج الفني المحلي أم لا؟ نحن بحاجة لجهود مختلفة اليوم. لا، أقول لك بصراحة هذه الجهود هي جيدة لكنها غير كافية بصراحة، يجب أن نعمل أكثر بكثير لأن الطريق طويل. صنع الحضارة ليس طريقا لا سهلا ولا قصيرا، ونحن في هذا في هذه الأيام التي فيها تشتد الرياح يعني وتصبح أكثر يعني تصبح عاتية جدا، يعني نحن نحتاج لأن نبذل جهدا أكثر. هذه الأيام الثقافية وأيام الفن التشكيلي وغيرها تقيمها وزارة الثقافة مشكورة وجيدة، وأيضا اتحاد الفنانين التشكيليين وجهات أخرى، وفيها مسابقات وفيها تكريم وفيها معارض إلى آخره، لكنها غير كافية، نحتاج أكثر. الفن التشكيلي، الفن البصري هو أيضا للأسف الشديد لا زال هناك مسافة بينه وبين الجمهور، يعني لم تقطع كافة الحواجز، يعني هذا لنقل بصراحة، يعني لا نريد أن ننام في العسل، يعني لا نريد، يجب أن نبذل أكثر، ويجب أن يكون الفنان التشكيلي أكثر قربا من الجمهور متواضعا، وأيضا الجمهور يتفاعل معه، والزيارات والمعارض واقتناء اللوحات وإلى آخر ما هنالك. وأنا أقولها باستمرار، يبدأ هذا الاهتمام من المرحلة الابتدائية، يعني عندما يرضع الطفل حب الجمال كما يرضع حليب أمه، هنا تبدأ المشكلة. للأسف الشديد أنا أقولها بصراحة، وكنت أعمل في وزارة التربية منذ زمن طويل، يعني موجها أولا للتربية الفنية، هذه قضية مهمة جدا، هو زرع حب الجمال من المراحل الأولى، هي التي تجعل الطفل فيما بعد يتابع ويصبح مواطنا سويا، يعني هذه أمر هام جدا، لأن الإنسان الذي يحب لون تراب وطنه، لون زهرة وطنه، يدافع عنه. هذه قضية مهمة جدا، يجب أن يعرفها كل من يعمل في التربية وكل الآباء والأمهات، وهذه ليست اكتشافي، يعني هي قضية موجودة. فإذا التربية تبدأ من هنا، تبدأ الزرع يبدأ من المرحلة الأولى. نعم. بالختام دكتور، يعني كيف ترى واقع الفن التشكيلي، وخاصة أنه كثير من المعارض الشبابية اليوم عم تطلق من دمشق، باختصار كيف بتوصف المشهد؟ هلا على عكس ما يقول الكثير، يعني هناك، أنا في رأيي وأنا أدرس في كلية الفنون أيضا، الشباب وهناك تجربة شابة في غاية الأهمية، وهي أنا في رأيي وأعترف على أنها أهم من تجاربنا نحن الذين ندرس، فلننتظر المستقبل المشرق من هذا الجيل الرائع الذي أيضا هو صامد، وهو أيضا يثبت كل يوم على أنه مشارك بفاعلية في صنع المال وليس فقط الآباء والأجداد. نعم. الدكتور الفنان محمد غنوم، أسعدتنا اليوم بوجودك بصباحنا لليوم، وأكيد نتمنى لك العمر الطويل بالإبداع وبمسيرتك العلمية أيضا. الله يخليك. شكرا لكم، شكرا لقناة الإخبارية على هذه الاستضافة الجمالية الجميلة، شكرا. نورتنا، ونتمنى لك التوفيق بكل الأعمال والمعارض هيك اللي عم توصل رسائل حضارية وثقافية ودينية ووطنية لكل العالم. شكرا لوجودك. شكرا. زينب، صارت الساعة 10 وصار الوقت لنروح لموجز لآخر الأخبار على الساحة المحلية العربية والعالمية مع زميلتنا شيرين.